بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشهادة على مر التاريخ وعند كل المجتمعات الإنسانية هي حالة مقدسة وقيمة عظيمة جدا. ليس فقط المسلمين من يقدسون الشهيد ويقدسون قيمة الشهادة، كل المجتمعات الإنسانية تقدس هذه القيمة وتحيي الشهداء. وعلى مر التاريخ كان الشهيد دائما وأبدا رمز إلى المشروع وإلى القيمة التي يستشهد من أجلها، لأنه في الواقع قدم أغلى ما يملك، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قدم أغلى ما يملك من أجل المبدأ والقيمة والمشروع. لكن في الإسلام مسألة الشهادة أوسع من الزمان والمكان، قيمة الشهادة أكبر. وقد تجدون البعض يذهب لكي يستشهد ويعرف أنه سيستشهد وهو ضاحك مستبشر. زهير بن القين كانت كلمته في كربلاء واضحة، وهو يعلم أنه ذاهب إلى الشهادة ويستبشر بهذه الشهادة. والسبب في ذلك أن هناك خلود، هناك جزاء إلى هذا الشهيد، لأن هذه الحياة بالنسبة إلينا في معتقدنا هي دار ممر وليست دار مقر. الآخرة هي الحياة. وهناك من يشكل على هذا الفهم، يعني مثلا طفل مثل علي السنقيس يقول إلى أمه أنا بستشهد، اللي ما عنده هذا الاعتقاد يشكل أن هذا طفل، شلون تقبلون أن يفكر هذا التفكير؟ هناك من يشكل مثلا على أمهات الشهداء، تطلع أم سامي مشيمع على جثة ولدها قبل لا يدفن، ما رأيت إلا جميلة، شلون تقبلون هذا الفكر؟ شلون تقبل نفسيتكم هذه المسألة؟ هذه ثقافة الموت، مثل ما يعبرون بعض المثقفين. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وهناك أحاديث كثيرة في هذا الاتجاه تؤسس إلى هذه المسألة تأسيس يمكن ما يحضرنا كثير. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم تقدرون تجودون الموت عن نفسكم؟ خو أنا ممكن أطلع من هني وموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية يقول بصريح العبارة أن هذين اللي يشكلون عليكم هذه الثقافة هم ما يقدرون يجودون الموت عن أنفسهم ولا يملكون هذا الإيمان اللي تملكونه. ومهما بلغت القيمة التي يضحي من أجلها أي إنسان لن تكون هذه القيمة أكبر من القيمة بالإيمان بأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. الله سبحانه وتعالى يقول لنوضح هذه القيمة، الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم
خير أمة للناس أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقيمة الإنسان الذي يذهب للشهادة على هذا الطريق هي من قيمة إيمانه بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بالمعروف ومعرفته بالمنكر. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: إن أكرم الموت القتل، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش. الإنسان اللي ما عنده مشروع، اللي ما عنده قيمة، اللي ما عنده مبدأ، تحصله خامل ما يتحرك من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة، من قهوة لقهوة ومن قعدة لقعدة. ليش؟ ما عنده هذه القيمة، ما عنده هذا المشروع، ما قاعد يتحرك فيه. بالتالي هذا الإنسان ما يفهم مسألة الجهاد. وفي الفكر الإسلامي ليدافع عن من قتل عن عرضه وعن ماله وعن نفسه وعن وطنه فهو شهيد. الحركة نفسها، حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى أن يلاقي الموت في هذه الحركة هي شهادة. وعن أحد المعصومين عليه السلام قال: لا دين لمن لا يدين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الإسلام يطالبنا بهذه الحركة اللي تدور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأبو عبد الله الحسين سلام الله عليه أوضح المسألة: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا الحسين المخلد من 14 قرن الذي تحيي ذكراه الملايين، حركته تدور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قال عنه أحد المعصومين آنفا أنه لا دين لمن لا يدين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تتصلي، تصوم، تحج، ما تأمر بالمعروف والنهي ما تنهى عن المنكر، شنو قيمة هذه العبادة الفردية؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حالات، على أساس ما نطول لأن جعفر يطالعني. هناك منكر فردي، هناك منكر مجتمعي في مجتمع، وهناك منكر حكم منظومة تعمل على هذا المنكر. منكر فردي واحد والعياذ بالله أخلاقيا فاسد، منكر مجتمعي والعياذ بالله رذيلة متفشية في هذا المجتمع. لكن الأخطر من هذا هو المنكر على مستوى الحكم، حكم يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وهم ممكن نعبر عنه بالمنكر السياسي. هذا المنكر السياسي اللي يخرب المجتمع ويخرب الفرد، لأن المنكر الفردي ممكن يكون عندي أنا بس. يجي دكتور سعيد يقول لي: يا ولدي البوق مو زين. أو منكر مجتمع عندنا في الجالية مثلا، ما نصلي. يجي جعفر الحساب يقول: يا جماعة لازم تصلون. لكن هناك منكر حكم، هذا المنكر يسبب فساد على المستوى الأخلاقي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الفردي، على المستوى المجتمعي. منكر الحكم هذا اللي قامت ثورة الإمام الحسين ضده هو أقصى منكر ممكن أنا أستشهد لأنهى عنه.
والشهادة في هذا السبيل هي في الحقيقة شهادة على طريق أبي عبد الله الحسين. نحن عندما ننسب شهداءنا إلى أبي عبد الله الحسين هو من هذا الباب، مو من باب عاطفي، مو من باب ضخ روح التضحية، لا، التأسيس عند الشهداء اللي قضوا في البحرين هو هذا. هناك يزيد، لابد أن يكون هناك الحسين، ولابد أن تكون هناك زينب، ولابد أن يكون هناك العباس، ولابد أن يكون هناك عبد الله الرضيع. قيمة الشهداء هي هذه القيمة، ولذلك إحياء أمر الشهداء هؤلاء هو في الحقيقة من إحياء الدين، هو في الحقيقة وفاء لدمائهم، لكن قبل ذلك وفاء إلى قيمة هذه الدماء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأي سبيل أوسع وأوضح من الشهادة في سبيل الله؟ أي هداية أكبر من هذه الهداية؟ لماذا نحيي ذكرى الشهداء؟ نسيان الشهداء فقط، عدم إحياء ذكراهم، هو عدم الوفاء، يعني خيانة. إحياء ذكر الشهداء يضخ روح التضحية، التضحية في سبيل المبدأ والقيمة والمشروع، هو تأكيد على استمرار المسيرة، هو تربية للأجيال على قيم الشهداء ومبادئهم، هو ترسيخ للمشروع. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كيف ممكن أن نحفظ هذه الدماء؟ أن نكون صادقين أوفياء لهم بالتمسك بقيمهم وبمبادئهم، وأن ننجز مشروعهم، المشروع الذي أفقه كرامة الإنسان وعزة الإنسان وحرية الإنسان. هذا هو الوفاء إليهم، وهذا الطريق سيستمر إلى أن يتحقق مشروعهم. وصلى الله على محمد وآل محمد.